السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن مرض شائع عند الأشخاص وخاصة عند النساء، وهذا المرض يثير كثير من الجدل والاستفهام عن الوقاية والعلاج، وهو دوالي الساقين. دوالي الساقين موجودة في حوالي 20 إلى 30 مليون شخص في الولايات المتحدة، وكما أنه موجود في 40% من النساء الذين عمرهم أكثر من 50 سنة، بينما عند الرجال 40% من الأشخاص الرجال يصابون بهذا المرض بعد سن 60. ما هي دوالي الساقين؟ دوالي الساقين عبارة عن هي أوردة متعرجة ومتوسعة تحت الجلد، والسبب هو قصور في الصمامات للأوردة الموجودة في الطرفين السفليين. هذه الاضطراب في الصمام يجعل الدم يبقى في الطرفين السفليين لمدة طويلة، وهذا يؤدي إلى الضغط على جدار الأوردة التي هي فيه، يصبح ضعف في الجدار وتتوسع وتصبح بشكل دوالي في الساقين. وإذا تطور الأمر فإن هذا التوسع يؤدي إلى ترشيح بعض السوائل من جدار الأوردة الدموية إلى خارج الأوردة بشكل تورم في الساقين، مع تغير في لون الساقين بسبب تسرب الكريات الحمر، وهذا يؤدي في النهاية إلى تقرحات في الساقين. أسباب الدوالي في الساقين هي وراثية. هناك بعض المورثات والجينات اللي موجودة عند الناس وهي يكون فيها ضعف، طبعا بنفسها لا تؤدي إلى الدوالي، ولكن هناك أسباب مساعدة مثل السمنة والجنس خاصة عند النساء والعمر، الوزن الزائد والتدخين، كما أن الوقوف لفترة طويلة ممكن يؤدي إلى الدوالي في الساقين. فهذه هي الأسباب التي يمكن. أما الأعراض التي تشاهد فهي أعراض بسبب وجود الدم بفترة طويلة في الساقين، وهذا يؤدي إلى ألم عند الوقوف وخاصة عند النوم خلال الليل، وهناك يصاب المريض بتقلصات، كما توجد أحياناً حكة في الساقين بسبب تسرب السوائل خارج الأوعية الدموية. كيف نشخص دوالي الساقين؟ دوالي الساقين طبعاً تشخيصها أحياناً سهل بالفحص الصريري عند الطبيب، ولكن من الضروري جداً وألح على هذا أن كل الدوالي يجب أن تشخص بطريقة الأمواج فوق الصوتية أو الألتراساوند أو السونار لتحديد مكان سبب هذه الأوردة أو قصور الموجود في الدوالي، فهذا ضروري لكيفية العلاج بسبب هذه الدوالي. أما العلاج فهناك عدة طرق. هناك المرضى الذي عندهم دوالي بسيطة، فهناك وقاية حتى لا تسبب هذه الدوالي أن تزيد في الساقين، مثل وقف التدخين، إنقاص الوزن، الرياضة، ولبس الجوارب الضاغطة، كما أن تجنب الوقوف لفترة طويلة بدون حركة. أما العلاجات المتوفرة فهي حديثة جدا وهي غير جراحية، فأهم شيء الموجود في العلاج حاليا هي العلاج الدوالي بالليزر أو الأمواج الراديوية، وهي يمكن إجراؤها بشكل جراحة اليوم الواحد عن طريق التخدير الموضعي، وإذا رغب المريض عن طريق التخدير العام، حيث يمكن مثل القسطرة الوريدية للقلب، فوضع قسطار في داخل الأوردة الدموية، وهذه تولد حرارة عالية يصير فيها تخريش في جدار الأوعية الداخلية ومن ثم إغلاقها. يمكن إجراء هذه بدون أي عمليات ثانية أسفل الركبتين، حيث أن هذه الدوالي قد تختفي بنفسها بعد إجراء عملية الليزر. وهناك أحدث طريقة حالياً موجودة لعلاج دوالي الساقين، وهي لا تحتاج أي تخدير ولا تسبب أي ألم، وهي عن طريق مادة لاصقة، وهي معترف فيها دولياً ويمكن إجراؤها حتى في العيادات الخارجية. هذا بالنسبة للعلاج بالنسبة للدوالي. هناك أيضاً الأوردة العنكبوتية. الأسباب هي نفسها
لكن هناك أحيانا أسباب بسبب الحرارة الزائدة، سواء كانت عن طريق السونا أو التعرض للشمس بشكل شديد، فيصاب المرء فيها. هذه تعالج أولا وآخرا عن طريق الحقن بالمواد المصلبة، وكذلك يمكن استعمال الليزر فيها. النتائج جيدة جدا في هذه العلاجات، وهي أكثر من 90%. وإلى اللقاء في حلقات قادمة مع مواضيع ثانية تهمكم.